واحنا عايزين نعرف بقى احنا فين دلوقتي. النهارده الجو لطيف من الصبح، لكن شايفين على صفحه هيئه الارصاد ان في انخفاض في درجات الحراره ابتداء من النهارده. ليه ومكمل معانا لغايه امتى؟ بالفعل يمكن اليوم هتبدا الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا تاثر علينا. يمكن احنا بالفعل امس واول امس في الايام الماضيه كان فيها ارتفاع في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى وصلت ل 34 و35 درجه مئويه، وده بسبب ان الكتل الهوائيه او الهواء اللي جاي كان جاي من المناطق الصحراويه، فده ادى لارتفاع درجات الحراره. لكن من اليوم وحتى يوم السبت القادم ان شاء الله هيكون في انخفاض في درجات الحراره بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات في اغلب محافظات الجمهوريه، وده بفعل الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا هي منخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان في تقاسم للسحب المنخفضه والمتوسطه مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا هتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هتساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. متوسط درجات الحراره في 72 ساعه القادمه بالنسبه للقاهره الكبرى ما بين 29 ل 30 درجه مئويه، والدرجات دي تعتبر هي المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. اجواء ربيعيه نقدر نقول مائله للحراره الحاره على القاهره الكبرى، مائله للدفء ومعتدله تماما على السواحل الشماليه، تبقى شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات المساء وساعات الليل مع غياب اشعه الشمس تبدا تدريجيا طبعا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، هيحصل انخفاض في الاوقات دي في درجات الحراره الصغرى. فتره الليل هتكون ما بين 18 19 درجه مئويه خلال فترات الليل، فهنحس ببعض البروده في الاوقات المتاخره. اول يوم الجو هيبقى لطيف، لكن في الاوقات المتاخره من الليل الجو هيكون مائل للبروده، خاصة كمان ان احنا اليوم هيكون في نشاط للرياح في اغلب محافظات الجمهورية، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحرارة والبرودة خلال فترات الليل. الاجواء دي متوقعة زي ما بنقول تكمل معانا لحد يوم السبت القادم، الاجواء الربيعية المعتدلة. احنا خلاص بدأنا النص الثاني من فصل الربيع، الموجات ارتفاع في درجات الحرارة هتتكرر بالشكل الكبير، مش هيكون فيها انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة فترات النهار، فقط فترات الليل هي اللي ممكن نلاحظ فيها بعض البرودة، لأن كمان اعتبارا من يوم الأحد اللي جاي مرة أخرى درجات الحرارة هترتفع. بس هننصح كل السادة المواطنين إن احنا مهم جدا لو احنا بنخرج في وقت الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر، الملابس اللي بنلبسها ما تكونش ملابس صيفيه كامله، يفضل تكون ملابس رباعيه او معانا جاكيت خفيف، لكن فترات النهار نقدر نستمتع بالاجواء ونلبس طبعا الملابس اللي احنا يعني اي نوع من انواع الملابس، بالاضافه كمان ان في شبوره مائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي انخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، فمهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على طرق القياده خلي بالهم فتره الصباح الباكر. احنا محتاجين بس نقدم طلب ان الجو يكمل معانا الصيف زي اليومين دول يا دكتور، يعني ده احنا نتمنى، لان احنا دايما الصيف بتبدا الرطوبه ترتفع في الجو فنبدا نحس اكتر بارتفاع درجات الحراره والخنقه اللي بتبقى موجوده شويه في الجو دي سنه فصل الصيف. اكيد. بشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بقية الأرصاد الجوية، وصباح الفل على حضرتك مرة تانية.